مساء الخير والسعادة، وحشتونا كالعادة من الأسبوع اللي فات، وحلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. مساء الخير يا مروة. مساء الخير عليك يا إسلام، ومساء الخير والفرحة والطاقة الإيجابية على كل اللي بيتابعونا، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 50 دقيقة. النهاردة آخر جمعة في عام 2020، وهنستقبل سنة جديدة إن شاء الله الأسبوع الجاي الحلقة الجديدة 2021. أتمنى للناس كلها اللي بتتابعنا السعادة والفرح، وإن شاء الله ربنا يعني يزيل عنا الوباء. معنا إيه النهاردة يا إسلام؟ أولا أنا بعيد على كل المصريين بالسنة الجديدة 2021، وكل عام وحضراتكم بخير. ونبدأ أولى فقراتنا النهاردة مع قضية أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري، وهي اغتصاب طفلة معاقة ذهنيا سنها 15 سنة 18 مرة من زوج جدتها لأمها. وهيكون معانا في هذه الفقرة الأستاذ الدكتور عبد العزيز آدم، أستاذ السلوك النفسي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية. أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذ إسلام وأستاذ مروة. أهلا بحضرتك. الفقرة الثانية هتكون عن موضوع أثار جدلا في الشارع المصري أيضا، وهو وجود لقاح لكوفيد 19 أو فيروس كورونا. هذا اللقاح يحتوي على مشتقات الخنزير، وهيكون معنا الدكتور عطية محمد عطية من علماء وزارة الأوقاف. خلينا نبدأ حلقتنا الأولى، فقرتنا سوري الأولى دلوقتي، بس قبل ما أبدأ الفقرة الأولى حابة أقول لحضراتكم أي حد عنده استفسار أو عنده مشكلة ممكن يتواصل معنا عن طريق الفيسبوك، بيج الفيسبوك بتاعتنا برنامج 50 دقيقة الصفحة الرسمية، هتظهر مفروض دلوقتي قدامكم على الشاشة، أو على رقم التليفون 010-6099-66. أي حاجة، أي مشكلة أو أي استفسار تواصل معنا وإن شاء الله هنحاول نحلها. الفقرة الأولى، يؤسفني جدا إن أنا أقول ده، أنا يعني هحكي جريمة بشعة أو أنا مش قادرة أصدقها لحد دلوقتي للأسف. هي جريمة اغتصاب حصلت في منطقة حلوان، اغتصاب طفلة معاقة لم يبلغ عمرها 16 عام، اغتصبت عن طريق زوج جدتها، حيث هي كانت مقيمة مع جدتها وزوج جدتها العرفي. قدمت جدتها حفيدتها لزوجها اللي هو المتجوزاه عرفي عشان خاطر ان هو يعني يكتب رسم، بالظبط كده، ان هو يعلن زواجهم. فللاسف يعني المصيبه بقى الكبيره ان الطفله دي دلوقتي هي حامل في الشهر الثامن ليها من هو المفروض جدها يعني، او هو زوج جدتها. فيعني ازاي الطفله دي هتواجه الحياه في المستقبل؟ ازاي يعني المرض النفسي اللي بقى عندها ده اكيد يعني ازاي هتعالجه؟ او هي ليه الجدة عملت كده؟ او ازاي الراجل ده ممكن يغتصب طفله او يغتصب، المفروض ان دي كده يعتبر في صله رحم؟ كل ده اللي هنعرفه مع الدكتور النهارده اللي منورنا، دكتور عبد العزيز ادم، اخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحه النفسيه. اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورنا. انا عايزه اعرف دلوقتي الطفله دي ازاي هتواجه حياتها في المستقبل، وازاي ممكن المرض النفسي اللي بقى عندها بسبب الحادث اللي حصل لها الاليم ده ازاي يعني هنحله او ازاي نعالجه؟ الحقيقه انا اولا بشكركم ان احنا اثرنا هذه القضيه تحديدا، لان انا شايف ان ده دور الاعلام الهادف، انه في قضايا او اي امراض تتفشى في مجتمعنا ان احنا نناقشها بمنتهى الشفافيه، واحنا مش بنناقشها بالشفافيه للتشنيع ولكن للوقوف على اسبابها عشان نعرف ايه الاسباب اللي ادت ان تحصل حادثه شنيعه يند لها الجبين، تفتقر لادنى درجات الانسانيه وادنى درجات الضمير. يعني وحضرتك بتحكي، واعتقد يمكن الساده المشاهدين لو اول مره يسمعوا القصه قد يكون الامر حصلت شك او صدمه خطيره لهم، فاحنا الامر لازم يناقش ويناقش بشفافيه عشان نوصل لاسبابه. اول حاجه فيما يتعلق بالطفله، هرجع لسؤال حضرتك، اولا الطفله، هذه الطفله حتى لو هي معاقه ذهنيا للاسف حصل عندها تشك او صدمه ستستمر معها ما تبقى من حياتها. ولكن ايه السبب اللي وصل المشكله لهذه المرحله، وازاي بعد كده نقدر نديها اي نوع من المساعده والعلاج ومحو هذه الذاكره السالبه تدريجيا من ذهنها؟ اول حاجه بيجي الاخصائي النفسي لما يتعرض الاطفال للتحرش، وللاسف عايز اقول لحضرتك ان دي اصبحت ظاهره ليست لا تتعلق بمتحدي الاعاقه وفقط وانما بالاطفال عامه. في يعني جامعه ميتشيغان الامريكيه عملت بحث واحصائيه قالت ان اكثر من 50% من الاطفال من الجنسين يتم التحرش بهم قبل وصول سن 15 سنه.
فاحنا بنتكلم في ظاهره تفشت عالميا. طب ده إيه وليست يعني؟ هقول لحضرتك السبب النفسي عندما بعد ما نتولى. أوكي. ازاي هنعالج الطفله دي؟ أوكي. اللي هو السؤال اللي حضرتك سالتي. ففيما يتعلق بالطفله، اولا لازم يتم يعني عرضها على اخصائي نفسي لمحو بشكل تدريجي هذه الذاكره السلبيه من ذاكرتها. هو بيعمل ايه؟ بيعمل عارفه حضرتك زي ما يسمى بغسيل المخ. بيبقى سهل شويه لانها معاقه ذهنيا، فما بيبقاش قدرتها على استيعاب هذه الكارثه اللي هي تعرضت ليها وما بتبقاش مكتمله. فلازم يتم دخول اخصائي نفسي في هذه المعادله النفسيه المعقده. وعايز اقول اي طفل يتم التحرش بيه لازم نلجا للاخصائي النفسي، لان الاسره ليس لديها. طب بنسبه 100% تمحب تدريجيا، ولكن لا هتسيب اثر اكيد، ولكن هتخليها على الاقل تقدر تمارس حياتها بالشكل الطبيعي. يعني المعاق ذهنيا هذه الطفله مدركه لما حدث لها من اعتداء ومن جريمه اعتداء على شرفها، هل هي تدرك ذلك؟ في البدايه ما كانتش مدركه، لان لما حضرتك تتابع احداث القصه هتلاقي ان الجده هي اللي ادتها الجانب الامان، هي جدتها دي هي اللي قوياها وهي المتوليه امرها من بدايه من طفولتها، وهي المفروض ان هي بترعاها. فالطفل المعاق ذهنيا بيبقى متعلق بشيء يسمى القدوه، فبالنسبه لها جدتها دي هي القدوه، اي حاجه هتطلبها منها ايا كان مسماها او صفاتها هي تاديها، وبتاديها باريحيه لان هي شايفه ان دي جدتها اللي هي اكثر الشخص اللي بيخاف عليها. لكن لما الامر تحول الى الم جسدي، ان هي بدات فعلا تشعر ان حمل وتدرك هذه الكارثه، هنا النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها، انه فعلا وصل الامر الى مشكله نفسيه يجب علاجها والوقوف عليها. طيب احنا دلوقتي يعني الحضانه بتاعه الطفل بتقول الى ام الام او الجده بالنسبه للام في حاله وجود انفصال او وجود اي شيء او زواج الام او كذا. فاحنا انا شايف من خلال هذه الواقعه احنا محتاجين لتعديل التشريع، بمعنى صح يتم المفاضلة ما بين أم الزوج وما بين أم الأم، ونشوف السي في لأم الزوج والأم الأم. إذا كان السي في لأم الزوج أفضل فيكون الرعاية والحضانة تقول إلى أم الزوج مثلا، حتى لا نتعرض لمثل هذه الكارثة ولمثل هذه الحادثة. المفروض إن السي في ده هو اللي هيوضح. افترضنا إن في أي من الجدتين مثلا كانت مسجونه او مسجله خطر او كذا او كذا، وارد ده بيحصل، المفروض ان الحضانه ما تقولش لها. المفروض يتم تعديل هذا القانون بحيث ان يتم اختيار الافضل عشان مصلحه الطفل ومصلحه النشء، لان في الاخر ده نشء بيخرج للمجتمع المصري. راي حضرتك ايه في هذا الاقتراح؟ طبعا انا اؤيد كلام حضرتك بدون ادنى شك. انا شايف ده انسب الحلول في الوقت الحالي على الاقل فيما يتعلق بمتحدي الاعاقه. وعايز اقول لحضرتك احيانا بيبقى القانون امام معضله، انه ممكن تبقى الجده للام والجده للاب او ايا كان اقرب الاقربين ليها ليس له تاريخ جيد. ساعتها بتتدخل مؤسسات الدوله لرعايه هذه الاطفال، لان الاطفال بالذات الاطفال المعاقين ذهنيا ما بيبقاش عنده ادنى قدره على ان هو يتكيف مع الحياه بالشكل الايجابي الا من خلال قدوه او من خلال شخص يعينه بشكل مستمر. فاللي حضرتك ذكرته انا انادي به من هذا المنبر الاعلامي، انه يعاد النظر عندما ننسب موضوع الحضانه. أيوة وتنسب بالضبط للشخص الافضل من حيث التاريخ. لو الاثنين لهم تاريخ اجرامي او حد ليه سلوك سلبي او له تاريخ في السلوك السلبي يبقى يستثنى من حمايه او حضانه الطفله. وبعد كده لو بقينا في معضله ان انا مش قادر افاضل بينهم لان الاثنين قد يكون سيئين، يبقى ساعتها تتدخل دور الرعايه الخاصه بالدوله، واحنا عندنا دور الرعايه الحقيقه يعني يعتد بيها ومصر رائده في هذا المجال. يعني لابد حضرتك يتم النظر مره اخرى لمساله الحضانه. مظبوط. مش بس للطفل المعاق ذهنيا ولكن للطفل السوي ايضا. مظبوط. طيب يا دكتور انا حابه اعرف، هي اغتصبت 18 مره من مفروض زوج جدتها، يعني ايه اللي يخلي اي شخص في العموم ممكن يغتصب طفل بوحشيه، وفي الخصوص ان دي كمان يعتبر فيه صله قرابه، يعني الموضوع اصعب. مزبوط. كمان لما يبقى فيه صله قرابه، فايه اللي يخلي ممكن شخص يعمل كده؟ ده سؤال هام جدا استاذه مره، وده حتى هيجاوب على السؤال اللي احنا تعرضنا ليه في معرض الكلام لما قلنا ان ليه اكثر من 50% من الاطفال بيتم التحرش بيهم. وده ظاهر على مستوى العالم. وبعد كده عايز اقول لحضرتك اكثر حالات الاغتصاب بتحصل في امريكا، اكثر حالات الاغتصاب المسجله. طب هل الشعب الامريكي عنده كبت ما، ولا هو عنده
مشكله في العلاقه، ولا بالعكس ده هم عندهم شعب متحرر ومن السهل جدا الحصول على اي علاقه حتى لو خارج. فالسبب حاجه، سببين اساسيين من الجانب النفسي. وانا عايز اقول بس المرجع اللي انا جايب منه الكلام ده عشان الاعزاء المشاهدين يبقوا عارفين ان احنا بنتكلم كلام على اساس علمي، وهو التكست بوك اوف سايكاتري لاوكسفورد، وده المرجع الرئيسي لينا كاخصائيين نفسيين. بيقول ايه؟ بيقول هو سبب من الاثنين، اما الشخص ده عنده حاجه بيسموها سايكوباتيكال ديفيشن اللي هو الشخص السايكوباتي، كلمه سايكوبات اللي احنا متعرف عليها ودي هنعرفها برضو بشكل مفصل، او يكون عنده حاجه في اضطراب اسمه بيدوفيليا. بيدوفيليا اللي هو الميل الى الجنسي للاطفال بشكل عام. والشخصين النوعيتين بيبقى عندهم مشكله كبيره ان هو اذا لم يكن هناك رادع بيتمادى في المشكله. يعني عايز اقول لحضرتك الامر بيبدا بشكل تدريجي. يعني ايه؟ يعني بيجي مثلا بيتحرش بطفل في بدايه الاضطراب اللي بيحصل عنده، بعد كده بيغتصب طفل، بعد كده بتوصل لمرحله ان هو يغتصب طفل ويقتله. واحنا نذكر ونعلم كثيرا ان في حالات كثيره حصلت زي كده، انه في بعض المرضى والمعتوهين النفسيين بيغتصب طفل ويقتله بعد اغتصابه، وهناك قضايا كثيره. فنرجع للاولانيه، ايه هو السايكوباتيكال ديفيشن، او هو ايه هو الشخص السايكوبات؟ هذا الشخص الذي يستمد طاقته من ايذاء الاخرين، وده حتى هيجاوبنا ليه في امريكا بالذات، لانه في العلاقه السويه مش لاقي نفسه، مش لاقي الاستكفاء وهذا السعر اللي موجود بداخله، مش في العلاقه الطبيعيه، فبيبدا يغتصبها بشكل او باخر من طفل، من سيده، ايا كان شكل الامر. المهم ان هو يكون الامر يتم في اطار الاغتصاب، دي ساعتها بدا يشفي هذا النهم اللي بداخله، مش بيشعر باي تانيب ضمير. هي دي اخطر نقطه في الشخص السايكوباتي، ان كلمه الضمير منعدمه تماما عنده. الشخص السايكوباتي هو الشخص اللي بيأذيني في حياتي، هو الزوج اللي بيتعمد ضرب زوجته ويأذيها لسبب وبدون سبب، هو الشخص اللي بيأذيني في عملي ويسرق عملي، هو الشخص السايكوباتي هو شخص متواجد في حياتنا بشكل كبير وبشكل للأسف منتشر. ولكن إذا لم يتم تقنين الأمر، مشكلة الشخص السايكوباتي، عايز أقول مثل بالبلدي بسيط كده اللي هو بيقول لك بيخاف ولا يختشي. يعني يعني إذا تم وضع قانون رادع لي، إذا الزوجة مثلا عملته بتحدي وهو يهينها باستمرار، لا بدأ يقف عند حد وبدأ يتوقف. إذا كان هناك قوانين رادعة، وعايز أقول لما نتكلم في القوانين لازم يكون يا جماعة في قوانين تخص متحدي الإعاقة تحديدا، ما بقاش أسويهم بالشخص الطبيعي، لأن المتحدي الإعاقة ده عندما يعتدى عليه ده معناه بيعتدى على القيم من أساسها. طيب، يعتمد على الإنسان. النوع الثاني اللي هو البيدوفيلا، البيدوفيلا ده هو شخص تكوينه كده وهيئته لا يميل لأي نوع من أنواع الرغبة الجنسية إلا ناحية الأطفال، ولا يفرق بين طفل ذكر أو أنثى. عشان كده عايز أقول لحضرتك النسب بتتكلم عن التحرش بالأطفال من الجنسين. فهو بدأ يبقى عنده تتولد هذا الخلل السلوكي الخطير جدا، ومش وعايز أقول إن هو مش خلل، هو خلل باختياره. يعني عنده القدرة بيتولد مع الوقت وبيبقى عنده القدرة على ردع، ولكن بسبب عدم وجود بيئة نفسية صحية، عايز أكد على الكلمة دي، بيئة نفسية صحية سليمة ينشأ فيها هذا الشخص، بتطور الأمور إلى مرحلة إن هو يجي في يوم من الأيام يغتصب طفل ويقتله. عشان كده عايز أقول لحضرتك لازم يكون النشأة من الأساس، القدوة من الأساس اللي احنا بنعززها. لما نيجي في الأعمال الفنية نجيب البلطجي على إن هو البطل، البلطجي والمتحرش بنشوفها الكلام ده، بنشوف الأعمال دي دلوقتي منتشرة يا فندم، وإحنا بنقول وبنناشد يعني الدولة وقف هذه الأعمال. احنا يعني النهاردة الناس بتقلد وبتترك أثر في نفوس في رؤية الناس، وبيبدأ النهاردة بيتحول البلطجي ان هو بيبقى ده الشهم ودي الرجولة ودي الشهامة ودي كذا، وهذا مفهوم معكوس ومغلوط لمفهوم الرجولة والشهامة. عايز اقول لحضرتك لو تسمح لعقب على النقطة دي، لانه احنا احيانا بنشوف ان ده عمل فني والامر حرية، احنا لا نتخيل مدى الاثر السلبي على المجتمع باكمله، لا سيما الاطفال او الناشئة لما يشوف حاجة بهذا الشكل ويشوف المتحرش والبلطجي على انه بطل طول الفيلم، وفي الاخر بدا يتعلق بيه. وعايز اقول لحضرتك بيبقى عنده نوع من البطوله، البطوله دي عمره ما هيمارسها، وعمره ما هيمارس التنمر ولا الاغتصاب ولا التحرش غير ضد متحدي الاعاقه. ليه؟ لان هو ده الاضعف جانبا، هو الشخص اللي هيامن جانبه، هو الشخص اللي مش هيقدر يدافع عن نفسه يحكي ما حدث له من اعتداء. فبالتالي بخرج هذه الطاقه السلبيه اللي جوايا في هذا العنصر الضعيف اللي ملهوش اي نوع من الحمايه، وتصل الامور جريمة زي اللي احنا بنتكلم فيها. طب ازاي بقى نحمي اطفالنا المعاقين ذهنيا
من وحوش البشر، دول طبعا اصبحوا مش بني ادمين اللي بيعتدوا على الاطفال سواء جنسيا او بالضرب او باي شيء، دول وحوش. ازاي نحمي اطفالنا بصفه عامه بقى من هؤلاء الوحوش اللي هو حضرتك ذكرتهم الحالتين السايكوباتي والاخر حضرتك قلت البيدوفيليا او اللي هو عنده يعني الميول للاطفال يعني اللي هو عنده ميول للاطفال، ازاي بقى نحمي اولادنا من هذه الشخصيات المجرمه؟ احنا عايز اجاوب على سؤال حضرتك زي ما تفضلت ولكن بشكل عام، انا مش هقصره حتى على متحدي العاقه ولكن على الاطفال بشكل عام. اول حاجه ان احنا كاسره لازم يكون عندي الدور الرقابي. احنا في حاجات معينه استاذ اسلام بنعملها ولا نلقي لها بالا وفي الاخر بتحصل منها مشاكل خطيره جدا. احد الامثله ليها، باجي اودي ابني في دور حضانه انا ما عنديش اي نوع من الرقابه ليها ومش عارف الاطفال كيف يتم معاملتهم، وقد اثبت من التحريات والاحصاءات انه فعلا في بعض دور الحضانه يتم التحرش بالاطفال فيها. خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، اجي رايح مشوار اسيب ابني عند الجيران او بنتي الصغيره لا القي له بالا، الاقي ابني عنده نفور من شخص معين وانا برغمه ان هو يتعامل معه بشكل او باخر. فعشان اقي الامر اول حاجه لازم اقي اطفالنا، لازم اول حاجه يكون الدور الرقابي. النقطه الثانيه ودي مهمه، يكون دايما في تواصل مع الابناء ايا كان هم من متحدي الاعاقه او من الطبيعيين. بعض الحاجات ادي مثال من الجانب النفسي لحضرتك، انه بعض الاطفال بيقوم من النوم مفزوع بالليل وبتحصل وتتكرر كثيرا، او يبقى نومه غير منتظم. المفروض الطبيعي في الطفل ان هو نومه منتظم ولسه لم يحمل بهذه الاعباء وهذه المشاكل النفسيه اللي هتوصله للارق، فبالتالي كيف لطفل بيصحى مفزوع بالليل بيحصل عنده جز على الاسنان بشكل مستمر، بيبقى عنده نوع من الهلع نوع من الانطواء. لازم نقف، دي احد العلامات على فكره بتدل على ان الطفل تم الاعتداء عليه بشكل او باخر. فلو انا مش مد هذه البيئه الصحيه والاحساس بالامان لابني او بنت عمره ما هيحكي لها، هبقى انا اخر شخص يحكي له المشكله. وعايز اقول لحضرتك المشكله بتتفاقم امتى في التحرش تحديدا؟ لما يكون الطفل عنده تخوف ان هو يحكي الامر بمنتهى الشفافيه لوالده او والدته خوفا من العقاب. فانا ما مددتش مساحه من الامان في محيط الاسره للطفل، وبالتالي بدا يبقى عنده مشكله خطيره ان هو عنده يعتدى عليه ويستمر الاعتداء عليه في نظير ان هو ما يحكيش الوالد والدتهم. تخيلنا الامر وصل لمرحله ايه، فالامر يبقى رقابه مستمره، ابقى عارف ابني انا بوديه فين وفي الاوقات الغير موجود فيها، يكون هناك تواصل بشكل دائم مع الاطفال في اطار صحي واطار من الود بيني وبين الاطفال في عدم وجود هذا الخوف. هنستاذن حضرتك، معنا مداخله من الاستاذه اسراء المواردي صحفيه بموقع عرب نيوز. اهلا بحضرتك يا فندم، عايزه تشارك معنا في الموضوع. اهلا بحضرتك. طبعا في البدايه احب ارحب بحضراتكم وطبعا برحب بالدكتور عبد العزيز وسعيده بوجودي معاكم. اهلا بحضرتك. اهلا نورتينا. اهلا بحضرتك. طبعا انا حابه اتكلم بس عن مبدئين حل الازمه من وجهه نظري. المبدأ الأول الاعتبار أن مواجهة العنف ضد الأطفال ذوي الإعاقة جزء لا يتجزأ من مواجهة العنف ضد عموم الأطفال على مستوى الوطني. تمام. المبدأ الثاني برضو التوصيات المفروض تشمل التدخل والرقابة والخدمات والبرامج على مستوى الحكومة والمجتمع المدني والأسرة، وطبعا لازم يكون في تأييد، يعني كل ده بيشمل مع بعضه ما يفقدش منظومة من المنظومات دي. معاك يا إسراء. مع حضرتك يا أستاذة إسراء. طبعا بالنسبة بقى لمشكلة العنف، فهو أنا بشوف إن العنف كمان مش بيبقى جسدي أو جنسي فقط، ولكن برضو الإهمال. معظم الأطفال بيتعرضوا للعزلة وللضرب في الأسرة والمجتمع، وبيبقى المجتمع والأسرة غير مؤهل للتعامل مع الأطفال خاصة المعاقين. طيب حضرتك إيه رأيك إن الاعتداء جه من أقرب الأقربين لهذه الطفلة؟ فدلوقتي حضرتك رأيك إيه؟ هل الموضوع يحتاج لتشريع إن إحنا نفاضل ما بين أم الأب وأم الأم ونختار الأفضل في السي في أو تاريخه، تاريخ الحياة بتاعه، بحيث إن إحنا في الآخر يكون عندنا نشأ محترم ونشأ قوي ونشأ على دراية أو يكون نشأ سوي؟ فرأي حضرتك إيه في هذا الكلام؟ لا، رأيي بالظبط أنا متفقة جدا مع الكلام ده، لازم يكون
يكون الشخص اللي بيراعي الطفل او الطفله يكون جدير بالرعايه، ان هو يقدر ان هو يراعيها ويخاف عليها ويحافظ عليها. فطبعا لازم نرجع للسي في بتاع الام او ام الام علشان نشوف مين فيهم الجدير بالرعايه للطفله. وليس الامر ان هو يتم توسيد الامر الام بغض النظر عن السي في بتاعها. لا طبعا لازم نرجع للسي في بتاعها، لان مهم جدا ان هو احنا نعرف هل هي كويسه، هل هي جديره ان هي ترعى طفله بالذات ان هي ذوي الاحتياجات الخاصه. تمام، شكرا ليكي يا استاذه اسراء. ونرجع لحضرتك يا دكتور. عايزه اسال حضرتك، هل في قوانين مشدده لعقوبة الاعتداء خصوصا لذوي يعني الإعاقة او كده؟ للأسف ما فيش حاجة خاصة بذوي الإعاقة، وده اللي احنا بننادي بيه. يمكن الأستاذة إسراء مشكورة ذكرت ده في معرض كلامها، وده اللي احنا بننادي بيه، انه حينما الأمر يتعلق بمتحدي الإعاقة اللي هو هذا الطفل، او حتى لو وصل لمرحلة الشباب وليس لديه أدنى درجات القوى او درجات حتى الفهم للدفاع عن نفسه، فانا بتعامل مع كيان في هذه الحاله كيان يعني مريض الجناح او الى حد ما ما عندوش القدره على الدفاع عن نفسه مثل الشخص الطبيعي، فلازم يبقى بشكل او باخر هناك قوانين تخص متحدي الاعاقه. يعني الجده وزوجها مش هيتعاقبوا ولا؟ لا هيتعاقبوا طبعا. لا هيكون في عقاب، بس عايز اقول لحضرتك الامر ليس لما جينا المشرع يكتب قوانين ما كتبش قوانين قال لك لو حصل الاعتداء على طفل متحدي الإعاقة يبقى الأمر مشدد، ولو حصل على طفل طبيعي يبقى الأمر عادي. لا، هو كلهم سيان سواء الطفل من متحدي الإعاقة أو غيره، لكن دول هياخدوا أشد العقوبة طبعا يعني بدون أدنى شك. فالقانون قوي في مرحلة طبعا في حالة الاغتصاب وفي حالة يعني الإيذاء الجسدي، ولكن لما نتكلم عن التنمر حتى عندما ألقي باللفظ، يعني متحدي الإعاقة أحيانا بيبقى عنده من الحساسية بمكان، لو هو مثلا نفترض من متحدي الإعاقة البصرية أحد لا يرى من المكفوفين وجيت أنا بكلمه بإعاقات، المفروض أنا كده تنمرت عليه. لازم يكون هناك قانون ما لو أثبت أن فعلا تم التنمر عليه حتى ولو باللفظ، يبقى هناك قانون ما يردع هذا التصرف. نتمنى ذلك. عايزين من حضرتك تقدم لنا حلول لحماية الطفل المعاق، وإزاي الحلول دي تساهم تقضي في القضاء على هذه الظاهرة لاغتصاب الأطفال المعاقين ذهنيا في مجتمعنا المصري. ده أمر هام، لأن احنا عندنا أستاذ إسلام خلل شديد في دمج متحدي الإعاقة في مجتمعنا، ويمكن ناديت فيها في أكثر من منبر إعلام، ونتمنى الأمر يتخذ يعني بحيز الجدية. الأمر أول حاجة أكثر الناس اللي بتتعرض للتنمر على مدى حياتهم هم متحدي الإعاقة، وقلنا متحدي الإعاقة يتم التنمر عليه لأن الشخص ما عندهوش القدوة اللي هو بيتنمر عليه، ما عندهوش القدوة الحسنة، وبالتالي بيلاقي أن الشخص ده هو أكثر الناس اللي يقدر يمارس عليها هذا التنمر ويخرج هذه الطاقة السلبية اللي بداخله على متحدي الإعاقة. فأول نقطة لازم يكون لمتحدي الإعاقة تواجد في مدارسنا. يعني احنا عارف أنه كل متحدي الإعاقة ليهم فصول خاصة بيهم، والكلام ده على فكرة بدأ يتم تطبيقه، ولكن تطبيق تدريجيا، أنا عايزين الأمر يتوسع بحيث أنه إيه؟ هم كل واحد له فصوله في المدرسية بشكل أو بآخر على حسب إعاقته، ولكن بيشاركوا بعض في النشاط. لما بيشاركوا بعض في النشاط بيعمل حاجتين مهمين جدا، الطفل متحدي الإعاقة بيندمج في المجتمع ويشوف المجتمع من حوله، والطفل الطبيعي بيشوف أنه في أطفال تختلف عنه في القدرات، قد يكون مكفوف أو عنده خلل حركي أو من ضعف السمع، ولكن إزاء ذلك هو لا يقل عنه أبدا في القيمة. فلما بيبدأ يتعرف عليه ويعرف أنه في أطفال مختلفين عنه بيبدأ يتقبلهم، ونلغي مشكلة التنمر فيما بعد. أمر هام جدا، لازم يكون عندي البرامج توعوية أنا بديها المتحدي الإعاقة نفسهم، بحيث أنه كيف يدافع عن نفسه، كيف يصرخ عندما يتعرض للألم. أنا لو إحنا خدنا المشكلة دي كمثال أستاذ إسلام أستاذ مروة، أحد الأمثلة البنت دي مش عارفة إيه الحقيقة، لو عرفت أن ده نوع من الاعتداء كان أبسط حاجة ستصرخ أو تنادي لجدتها التانية اللي هي فعلا اكتشفت المشكلة، واكتشفوا المشكلة بعد ما وصلت لأنها حامل في الشهر الثامن. معنى كده أن الأمر متفاقم ومفيش أي تواصل ومفيش أي نوع من الرقابة. فلو البنت دي أنا علمتها بشكل أو بآخر، ودي مثال بها لكل متحدي الإعاقة، علمته إزاي أنك تعرف أنه عندما يعتدي عليك شخص تعرف أن ده اعتداء، ما هو الشخص بيتودد ليك، علمته
ازاي ودافع عن نفسه، علمته ازاي يتفاخر بنفسه، ولو حد يعني كلمه باعاقته او حاول يقلل من شانه كيف يرد عليه ويرد عليه وهو ذو ارض صلبه. وانا دايما بقول لمتحدي الاعاقه يعني رساله من القلب بقولها له، بقول له انت افضل من الشخص الطبيعي لان انت بتوصل للنجاح وبتحارب عدو وبتحارب مشاكل وتحديات انا كشخص طبيعي ما تعرضت لهاش في حياتي، وانت وصلت للنجاح، يبقى مين الاحسن من التاني؟ فدايما من هذا المنطلق وهذه الثقه بوصلها المتحدي الاعاقه يتعامل بنفس الثقه دي مع المجتمع من حوله ويصرخ عندما يتم الاعتداء عليه. هل الاعلام ليه دور؟ وايضا الدراما اللي حضرتك ذكرتها اللي هي بتحول الأطفال المتنمرين أو غيره، دول لهم دور في حماية الأطفال متحدي العلاقة أو الأطفال بصفة عامة من الاعتداء الجنسي وكافة الاعتداءات. ده عايز أقول لحضرتك الدور الأول هو دور الإعلام. ليه؟ الإعلام هو أكتر حاجة بتدخل بيوتنا كلنا. احنا لو عملنا حملات توعوية بتيجي هتلاقي بتقتصر على بعض الأسر، هيدخل فيها 500,000 أسرة، مش 2000 أسرة أيا كان حتى لو العدد ضخم، لكن الإعلام هو أكتر حاجة بتدخل بيوتنا كلنا. فأنا لما أجي أعمل الحملات التوعوية من خلال الإعلام، عشان كده أنا شكرت حضرتكم في البداية، بعض الأمور الإعلام للأسف بيتحرج أنه يتحدث فيها عندما يتم الأمر عن الحديث مثلا التحرش أو اغتصاب الأطفال. لا يا جماعة، احنا في إعلام حر ولازم نناقش القضايا دي، مش بنناقشها للتشنيع، أنا بناقشها عشان أعرف إيه السبب اللي وصلني ليها وأبدأ أعمل حلول. لما احنا نعمل حملات توعوية ونقول بعض الأعمال الفنية يا جماعة لا ترقى أنها تدخل بيوتنا، مش لانها فيها يعني لقطات خادشه او امور، لا، ممكن يبقى الفيلم طبيعي جدا من اوله لاخره، لكن فين الرساله اللي انا بوصلها منه؟ انا بوصل ان المتحرش ده هو البطل، يعني اي مجتمع هذا يعني. تمام يا دكتور، للاسف يعني انتهى وقت الفقره يعني بتاعتنا دلوقتي، وشكرا للمعلومات القيمه. انتهت سريعا يعني الحقيقه، يعني استمتعت باللقاء مع حضراتكم يعني. نتمنى ان شاء الله نلقاك في حلقات اخرى، بس ان شاء الله تبقى في حاجه كويسه، ما تبقاش في جريمه أكيد زي دي. اكيد ونكون في صحه نفسيه افضل يا رب. شكرا لحضرتك يا دكتور، واستنونا بعد الفاصل مع الشيخ عطيه محمد للرد على اللقاح كورونا الجديد اللي نازل فيها، هو موجود فيه احد مشتقات الخنزير او حاجه كده، فما حكم الاسلام؟ وده اللي هيرد علينا معاه الشيخ محمد عطيه. استنونا بعد الفاصل. رجعنا ليكم تاني من الفاصل، واحنا طبعا احنا كلنا دلوقتي في فصل الشتاء، وفصل الشتاء كلنا عارفين ان هي للاسف تنشط فيه الفيروسات، واجتمع العلماء ان فصل الشتاء ده تحديدا ان هو التحدي الاخطر لينا كلنا، خصوصا ان احنا بنقابل عديد، العالم كله بيقابل عديد من الفيروسات بالتحديد، خاصه فيروس كوفيد 19، فيروس كورونا. فلازم كلنا نتبع تعليمات وزاره الصحه بان احنا دايما نغسل ايدينا، يتم يعني دي من حوالي 10 ل 15 ثانيه على طول، وقبل ما نلبس الكمامه لازم برضو نغسل ايدينا. كمان لازم نبقى ماشيين بسانيتايزر، اي تعامل بالايد اي حاجه لازم نعقم ايدينا اللي هو اسمه ايه يا اسلام، اللي هو الكحول او الجل بتاع الايد. كمان لازم على الاقل يبقى في مسافه ما بيننا وما بين الشخص اللي بنتعامل معاه، على الاقل يبقى في متر، عشان لو هو عنده فيروس او عنده مرض يعني ما يعدناش او يعني يصيبنا بالعدوى. اهم حاجه برضو لازم نقوي جهاز المناعه بتاعتنا. جهاز المناعه هنقويه ازاي؟ ان احنا ناكل فريش، خضار فريش او فواكه، يعني اهم حاجه لان هي مليئه بالفيتامينز والمعادن، واهم حاجه فيتامين سي. ممكن ناكل الجوافه مليانه فيتامين، اكتر فاكهه فيها فيتامين سي. ننام كويس لان النوم الكافي ده يعني النوم الكافي اللي هو 8 ساعات اللي هو مده النوم الكافي بتساعد الجسم ان هو يعني يبقى سليم، والعقل برده يبقى كويس. كمان لازم نمارس رياضه بطريقه كويسه لان دي برده بتساعد، بترفع المناعه وكمان بتخلي الجسم دايما في صحه كويسه. تمام، فاحنا النهارده نستقبل الشيخ اللي منورنا. اهلا بحضرتك يا شيخ، الشيخ عطيه محمد من علماء وزاره الاوقاف، اللي هيكلمنا النهارده في اللقاح الجديد اللي تم مصر اخذته من الصين، في قالوا ان هو في احد مشتقات الخنزير، فهنشوف ايه حكم الاسلام مع الشيخ. نورتنا فضيله الدكتور، حياكم الله استاذ. الله، اهلا بيك. هل دلوقتي في البدايه احنا عايزين نعرف كوفيد 19 او فيروس كورونا ده ابتلاء ام انه انتقام
من الناس عشان ترجع لربنا وهكذا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، يعني إحنا نقول بداية في زمن العولمة وصناعة الحضارة، في زمن الصعود إلى السماوات والاختراق إلى عالم الفضاء والنزول إلى يعني قاع البحار، في هذا الزمن الذي يتباهى فيه بالعلم ويتباهى فيه بالقوة وبالأسلحة، تأتي أضعف الكائنات لتعجز الجميع ويقف العالم في حالة من الزعر والخوف والفزع. وهذه قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة، الذي يأتي بأضعف الكائنات. فيروس كورونا هذا لا يرى بالعين المجردة إلا إذا كبر على أجهزة الميكروسكوب أكثر، كما يقول العلماء أهل التخصص، من 250 ألف مرة. هذا الكائن الضعيف يأتي في عصر صناعة الحضارة وادعاء الجميع بأنه الأقوى وأنه الأعلم وأن عنده الأسلحة الكيماوية، عنده الأسلحة البيولوجية، عنده الأسلحة الذرية، يأتي ليقف الجميع عاجزا عن أن يتعامل مع هذا المرض. ومن هنا نقول أنه قد يكون ابتلاء ونعمة، لأننا هنا في الدنيا الله سبحانه وتعالى ما جعل الدنيا لدار سعادة، إنما جعلت دار ابتلاء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. دنيا دار ابتلاء، يبتلى فيها الناس بالأمراض، يبتلى فيها الناس بعدم الراحة، يبتلى فيها الناس بالمرض، يبتلى فيها الناس بقلة الأشياء التي يريدونها لسعادتهم، هي دار ابتلاء، لكنها للمؤمن أجر ساقه الله تعالى إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. فهي بالنسبة لنا كمؤمنين بشرط أن نحتسب الأجر إلى الله، أن نصبر على ما أصابنا، ونعلم يقينا أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، نعلم جميعا أن هذا بتقدير الله سبحانه وتعالى، الذي قال: وخلق كل شيء فقدره فقدره تقديرا. هذا الإله الذي خلق والذي يبتليك، لأنك أنت مبتلى إما بنعمة وإما بنقمة أو بلية، أنت مطالب في حالة النعمة أن تشكر وفي حالة البلية أن تصبر. فنحن كمؤمنين نصبر على ما أصابنا الله سبحانه وتعالى. جاء الرسول دخل على سيدة عائشة زوجه ذات مرة أحب نسائه إليه، ووجد عندها حمى وقد وضعت يعني شيء على عصبت رأسها، فقال: ما هذا؟ قالت: حمى لعنها الله. فقال: لا تلعنيها. قال إيه؟ لا تلعنيها. ليه لا تلعنيها؟ لأنها يعني تأكل الخطايا من بني آدم كما تأكل النار الحطب، زي بالضبط لما بنحط أحطاب أو حطب على النار فتأكله ما يبقاش، كذلك الخطايا حينما تأتيها الابتلاءات فيصبر الإنسان عليها المؤمن فيكون كذلك. فهي بالنسبة لنا ابتلاء. وحينما سألت السيدة عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، مرض الطاعون الذي نحن فيه، فقال: عذابا يصيب الله به من شاء، لكن جعله الله رحمة للمؤمنين. فإذا أصيب الإنسان بمرض أو إذا أصيب الإنسان بالطاعون، انظر أيها المصاب حتى تعلم أجر الله سبحانه وتعالى وثواب الله سبحانه وتعالى الذي ساقه إليه. يقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب الأحد فيمكث في بيته صابرا محتسبا عالما أن ما أصابه ما كان إلا بقدر الله وما كتبه الله، إلا كتب الله له مثل أجر شهيد.
طيب يا دكتور، اللقاح بتاع فيروس كورونا اللي جالنا دلوقتي بيقولوا ان في احد مشتقات الخنزير، فعايزه اعرف هل ده حلال او حرام، يعني ما حكم الاسلام؟ بس قبل ما حضرتك تجاوب معايا، حابه بس اوضح للمشاهدين حاجه. اقول ان عرضت وزيره الصحه والسكان دكتور هاله زايد موقف اللقاحات، مؤكده انه جاري الانتهاء من الاختبارات الخاصه باللقاح بحلول الاسبوع القادم باذن الله عن طريق الهيئه القوميه للرقابه والبحوث الدوائيه. واضافت الوزيره انه سيتم اتاحه موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الاولويه من اصحاب امراض الاورام والفشل الكلوي والامراض المزمنه، اعتمادا على مبادره الامراض المزمنه. وكمان كما سيتم تحديد مركز ووحده صحيه بكل محافظه يتم تقديم خدمه التلقيح من خلالها. وتم تنسيق الجميل في الموضوع كمان هو تم تنسيق مع وزاره الداخليه لتامين الاماكن المقترحه تقديم اللقاح بها. فتفضل حضرتك يا شيخ جاوبنا على السؤال. بالنسبه حضرتك للسؤال ده، احنا عندنا حالتين بالنسبه للمكلف، حاله السعه والاختيار وحاله الضيق والاضطرار. يعني ايه؟ يعني الواحد لو هو عنده اكثر من دواء، في دواء مباح 100% وفي دواء محرم محطوط فيه ادوات من اللي هي الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها، اللي هي سواء كان خنزير او نوع من انواع الكحول او غيره. لما نحط هذا وذاك، دواء هنا ودواء هنا، وانا ليا ان انا اختار، فغير جائز ان انا استخدم هذا الدواء اللي هو محطوط فيه الايه؟ الحاجة المحرمة. الحاجة المحرمة بالضبط. إذا كان هناك في حالة السعة والاختيار، موجود عندي دواء، عندي يعني دواء لو آخر، في بدائل تقصد، دواء آخر حلال فيه النفع ويصيب بنفس الغرض الذي يصيب به الآخر، يعني يصيبني بالإيه؟ بالشفاء، فيه نفس درجة الشفاء بالنسبة للدواء الآخر، هذا لا يجوز وهو محرم أن أستعمله. لكن في حالة الاضطرار والضيق، ما عنديش غير هذا الدواء، فجيت نظرة الشريعة الإسلامية نظرت إلى هذا فقالت أن الشرع أحل في حالة الاضطرار ما حرمه في حالة السعة والاختيار. يبقى هو كان في الحالة الثانية حرام، لكن أصبح في هذه الحالة جائز وحلال، وهذا هو حكم الشرع. حكم الشرع إن هو يسر لنا الأمور، والقرآن مليء بالآيات اللي هي بتقول في حالة الاضطرار. عايزين فمن حضرتك أدلة من القرآن على ذلك يعني. نعم، الله تعالى يقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر في مخمصة، يعني إنسان جعان جوع سيؤدي به إلى التهلكة، يؤدي به إلى الموت، وعنده شيء محرم لكنه سيبقي عليه نفسه، الإسلام في الحالة دي والشرع والدين بتاعنا يقول لك كل أو اشرب المحرم. لماذا؟ حفظا للنفس، لأن عندنا مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس مقدم على حفظ العقل. أنا ليه أن أنا أحفظ عقلي، لكن المقدم على حفظ العقل حفظ الإيه؟ النفس. علشان كده ربنا قال لنا إيه؟ فمن اضطر في مخبصة وهو جوعان ويؤدي به إلى التهلك وأمامه الخمور يشرب حتى يحفظ نفسه، لأنه مقدم على حفظ العقل. قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم، كل الحرام ربنا فصله، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ففي حالة الاضطرار يجوز للإنسان أن يفعل الأشياء التي كانت محرمة في حالة السعة والاضطرار. كذلك عندنا فقه يا أستاذنا في الشرع وفي أصول الفقه عندنا في باب كبير واسع جدا اسمه باب الموازنات. يعني إيه الموازنات؟ يعني أنا أوزن كمشرع ما بين المصلحة والمفسدة. يعني إذا كان الشيء فيه مصلحة وفيه إيه؟ مفسدة، أنظر إلى أيهما أعلى، المصلحة أعلى من المفسدة ولا المفسدة أعلى من المصلحة؟ أعلى. إذا كانت المصلحة أعلى فآخذ فيصبح حلالا، وإذا كانت المفسدة أعلى يصبح حراما. علشان كده ربنا علمنا فقه الموازنات ده في القرآن. قال لنا إيه في القرآن؟ لما جه حرم الخمر والميسر قال كل فيهما إثم كبير
إثم إيه؟ ومنافع للناس. ممكن الإنسان ينتفع منافع لكنها أقل، لذلك حرمها الإيه؟ القرآن، وحرمها الشرع، لأن الإثم إيه؟ المفسدة علت على الإيه؟ على المصلحة. طيب حينما يكون مصلحتين، يبقى إحنا في حالة قلنا في حالة الإفساد والمصالح ننظر أيهما أعلى ونرجح. يعني الكذب مثلا مفسدة ولا مصلحة؟ مفسدة طبعا. مفسدة طبعا، لكنه إذا كان في الصلح بين المتخاصمين أصبح يعني مصلحة، أصبح مصلحة. لذلك نقدم الكذب في حالات طبعا عند التعامل مع الزوجة في الصلح بين المتخاصمين، لأن مصلحته أعلى من مفسدته. طب إذا كانت هناك مصلحة مع مصلحة، نقدم الأعلى درجة، نقدم الأعلى إيه؟ الأعلى درجة. والقرآن مليء برضو بالآيات دي. طب إذا كانت مفسدتين، نقدم الايه؟ الأدنى ضررا. الأدنى ضررا هي الايه؟ اللي هي تقدم، زي الحالة اللي احنا فيها دي. القرآن لما تكلم عن المفاسد، وجود مفاسد مع بعضها، زي مثلا في قصة موسى، قال وأما قصة موسى مع الخضر، قال ايه؟ وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه؟ غصبا. يعني هو قال لهم لو أنا الملك كان شاف السفينة، وديت السفينة ديت بتاعت عيال يتامى، فأنا عايز أحفظها لهم، لو الملك شافها سليمة هياخدها كلها، لكن أنا لما أطلع منها لوح أو أخرف فيها حاجة معينة أو أعمل فيها حاجة ضرر، بحيث اللي هو يشوفها يقول لا أنا مش هاخدها لأن هي إيه؟ قديمة مثلا، أو إن هي متعطلة، أو إن هي مسلمة 100%، يبقى الهين أنا في مفسدة لكنها أدنى أقل من المفسدة الإيه؟ اللي هو إن الملك، اللي هو الملك ياخدها، علشان كده هو عملها. إحنا معانا الطريقة بتاعتنا النهاردة في خنزير مثلا، يعني بعض أنواع من جلد أو لحم الخنزير أو دم الخنزير أو غيره، أو بعض الكحول، لكننا عندنا نفس. الله تعالى حينما تكلم عن النفس البشرية أباح للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر. لما قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمار بن ياسر وقالوا يا رسول الله أكرهت على الكفر حتى نطقت، يعني قعدوا قالوا له مش هنسيبك أو هنقتلك لو ما إيه قلتش أنا أكفر بالله أو أكفر بمحمد. طيب. فالقرآن إيه يا أستاذ آخر حاجة قال إيه؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن إيه؟ بالإيمان. أهم حاجة عندنا الإيه؟ الإيمان القلب. ما دام متوفر الإيمان القلبي يبقى ولو أكرهت على الشيء، سيدنا النبي يقول له إيه؟ فإن عادوا فعود. طب عذرا يا فضيلة الشيخ، احنا بس معانا دقيقتين، حابة بس أفرح السادة المشاهدين إن معانا خبر حلو قوي، إن دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة قال خلال مؤتمر صحفي من يومين ان مصر تقوم حاليا بتصنيع ادويه علاج فيروس كوفيد 19 بنسبه 100% في مصر. واكد كمان الاستاذ محمد حساني مساعد وزير الصحه لشؤون مبادرات الصحه العامه ان 80% من الحالات المصابه بفيروس كورونا في مصر بسيطه ولا تحتاج للعلاج في المستشفيات. بما اننا يعني الحلقه دي اخر حلقه في 2020 وفيروس كورونا لسه يعني اخر جمعه في 2020 والفيروس والبلاء ده موجود لسه معانا، فحابين من فضيلة الشيخ حضرتك يعني تختتم الحلقة والعام بدعاء يقينة أو لرفع الوباء والابتلاء عنه. قبل الدعاء فضيلة الشيخ، يعني إذن العلاج الموجود والمطروح حاليا أيا كان وضعه فهو حلال شرعا ويجوز لأي حد أن يتناوله لحفظ النفس. طبعا يعني احنا بس بنؤكد أن ده هذا قولا واحدا باتفاق الفقهاء إن شاء الله. تمام، إذن احنا في ختام حلقتنا احنا بنشكر حضرتك فضيلة الدكتور عطية محمد عطية من علماء الأوقاف، وحضرتك يا ريت في آخر جمعة زي ما زميلتي مروة قالت تتفضل بالدعاء لعلها ترفع عننا هذا الضرر وهذا البلاء. حياكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين،
وصل على سيدنا ونبينا محمد في كل وقت وحين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظ شبابنا واحفظ فتياتنا واحفظ آبائنا وأمهاتنا، اللهم اشفنا من الأمراض والأسقام والأوباء والأورام، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اجعلنا يا ربنا في هذه الأيام، اللهم اجعلنا في هذه الأيام يا ربنا من المقبولين، اللهم اجعلنا فيها وفي هذا البلاء من الفائزين، ولا تجعلنا فيه من الخاسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.